يا اهلا والله فيكم، مساكم الله بالخير. هلا مسي طال عمرك. عليك بالخير دكتوره والاستاذه الله المشاهدين يسلمك. وعلى زميلتنا وياكم. وطبعا نعم ما تفضلت، الان تداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وانا صحيح. امانه ودي اوضح نقطه. هناك لبس في الموضوع. نعم احنا مقبلين على ايام بارده، ان شاء الله راح تتاثر الكويت والمناطق الشماليه من شبه الجزيره العربيه بتقدم مرتفع جوي من صحيح. شرق اوروبا، وكذلك كتله هوائيه بارده جدا. ودائما في مثل هذا الوقت تتأثر البلاد في مثل هذه الكتل الباردة، ولكن احنا متوقعين كذلك، يعني خاصة في فجر يوم الثلاثاء وفجر يوم الأربعاء، وهي ذروة الحالة الباردة راح تصل إلى ما دون الصفر المئوي، المتوقع راح توصل ماينس واحد ماينس اثنين، ولكن في المناطق الغربية من دولة الكويت، المناطق الصحراوية، يعني خلينا نقول الجهرة، ممكن تتأثر في درجات صفر أو ماينس واحد. العبدلي أكيد تصدق عاد لا العادة العبدلي باردة. نعم صحيح، لكن الكتلة أو امتداد المرتفع ماخذ من الغرب أكثر من الشمال، داش علينا من الغرب أكثر من الشمال. العبدلي راح توصل ممكن درجة أو صفر، ولكن اللي احنا متوقعين توصل اثنين تحت الصفر، اللي هي منطقة الشقاية والسالمي والمناطق الغربية. جميل. المناطق، معظم المناطق السكنية دكتور، وكذلك المناطق الشرقية القريبة من الساحل، درجات الحرارة راح تكون يعني ما بين درجتين إلى أربع درجات. يعني إحنا قبل تقريبا الأسبوع الماضي مرت موجة باردة، صح، وصلت سجلنا في مطار الكويت 3 درجات، وبعض المناطق السكنية 3 درجات. يعني راح تكون مشابهة، ولكن هي الكتلة تعمقها وين راح توصل؟ راح تمرنا يعني من نصف دولة الكويت الغربي، يعني من تقريبا من الجهرة، الجهرة راح يأثرون الإخوان جابر اللحمة سعد عبد الله، المناطق هذه كذلك راح تمتد الى المناطق الغربيه من دوله الكويت. ولكن بشكل عام يعني محافظه العاصمه وضواحيها، محافظه حولي وضواحيها، كذلك مبارك الكبير والمناطق اللي على الشريط الساحلي، راح تكون الاجواء ما بين درجتين واربع درجات، وفي بعض المناطق راح توصل الصغرى يعني 6 درجات مئويه. درجات الحراره العظمى، احنا ليش راح تكون الاحساس بالحراره راح يكون شديد ومتوقع ان يكون يعني تحت السالب 5؟ لأن في نشاط بالرياح، النشاط بالرياح مع دخول هذه الجبهة الباردة أو الكتلة الباردة يخلي الإحساس والشعور بالحرارة أبرد، فهذا اللي يعني اللي راح يعانون منه، خاص حتى بعد على المناطق اللي راح توصل فيها الدرجتين وثلاث درجات. صحيح. ولكن بشكل عام يعني احنا ما ودنا نهول ونخرع، يعني احنا قاعد نشوف الصخب الإعلامي اللي صاير بالوسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا احنا معروف، يعني عمرك يعني حتى بعد يعني برد رزيرك من عمرنا احنا نعرفه ونسمع فيه، يعني اللي هو يكون في هذه الفتره، وهذا يعني تقريبا في يعني بدايه دخول فتره او موسم العقارب ونهايه الشب، فيعني هذا البرد يعني جاكيت ثقيل وتلثومة طال عمرك ضروري والأمور طيبة، وانتو عدل حريم الفرو والدنيا هذه. يعني باكر أنا ودي أن بعد الطلبة يلبسون عدل. يعني أستاذ عبد العزيز، من المتوقع نفس ما ذكرت أن البرد ممكن راح يوصل تحت الصفر، يعني هل متوقع أنه راح ينزل ثلج؟ ممكن؟ لا فرص ثلوج لا، صقيع نعم، اما في فرص ثلوج لا. اي صقيع، لان بسبب انه اللي يعني الثلج اللي تشوفينه بالارض هذا اللي بالمزارع والمناطق الصحراويه، ولكن ثلوج هطولات لا ما في، لان السماء صافيه بشكل